السلام عليكم. موقع اسمه نايت كافي. ده بيعمل ايه؟ بتكتب انت وصف للحاجه اللي انت عايز تعملها، وهو بيبدا يعمل لك اشكال كتير ليها، فانت بتختار الشكل اللي انت عايزه. اي حاجه انت متخيلها، تمام. وبعد كده الجوريزم بيبدا بقى تقول له انا عايز الشكل ده الشكل دوت، وبعد كده بتقول له كرييت، فبيبدا يعمل صوره خاصه بيك، صوره مش موجوده على النت. هو لسه بيكون الصوره، بس هي بدات توضح. ممكن تعملها بابلش بحيث الناس كلها تشوفها. نقدر بقى نعمل لها شير على المواقع. طيب خلينا نيجي نعمل واحدة تانية. عديل مثلا فوكس ويزارد، ونختار أي شكل مثلا بالشكل دوت، وأقول له كرييت. هيبدأ بقى يعمل لنا صورة لفوكس ويزارد ساحر على هيئة ذئب، فظهر معانا بالشكل دوت. طبعا ممكن تدخل على توب كرييشن وتشوف أفضل ناس عملوا الصور. حاجات جميلة. ديتكتيف ماوس، ممكن نبقى نجرب الكلمة ديتكتيف ماوس ديت. عملها بالشكل دوت. طبعا كل ما بتجرب بيجيب لك صور مختلفة، فممكن تجرب بحيث يديك تخيل كده للصور المختلفة. هو لسه بيعمل ريندر برضه.